الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي المملكة قبل الشيخ بن باز رحمه الله الجميع، يوم من الأيام طلب الشيخ محمد بن إبراهيم التواصل مع أحد المكاتب لإصلاحات في منزله، اتصل على يعني هذا المكتب، وكان الاتصال ذاك الزمن يعني لا توجد هواتف كثيرة، اتصل من المكتب على المؤسسة التي لديها بعض العمال، وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى مع هذا العامل وقال له أريد أن تأتي إلي في هذا اليوم إلى بيتي وتصلح لي بعض الأشياء. فقال له من أنت؟ قال أنا محمد بن إبراهيم. قال من محمد بن إبراهيم؟ أنا لا أعرف محمد بن إبراهيم. قال محمد بن إبراهيم بيتي في كذا وكذا، لا تعرف؟ قال لا 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 أعرف. قال يا أخي أنا محمد بن إبراهيم. قال لا أعرف. فقال له الذي يقال عني المفتي. فقال هذا العامل سبحان الله، قال الله أكبر، سماحة المفتي كذا. ما أراد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أن يقول عن نفسه أنه المفتي أو الشيخ أو العالم، رحم الله سبحانه وتعالى هؤلاء العلماء.